فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. برايكم هي قصة صحابة ذكاء ترضى إخوة قوريان لبي منيش تمانقي كا سيلة قلناكم في متوى تاتو بمشي ويبيت منش قصر لقلناكم آية من تاون باردة نولاتو أجرته إن شاء الله مأجوري تو خير الدقات هرك سيوابي بأدبي بكات بلان برها ولاني في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام في وشتا قصي لقلنا كريت دواي نصيحة طبعا كفايدين أبو قصي لقلنا كريت أقل لكاتي خوشورين أو بچيت الناوجوز كان ما نوار وجود أشكيت أقل بأنقصنا بين أشكي إن شاء الله دا بير من نخوشا ونخوش يكي شوريو شكرو نخوشي دلا خيقور الشفاء بدا كاتي كالوجود أقريتو نخوشي دا قريت دلارزيتو نار حد دبيت تكايا آي الرجوي لسر هيا يان فيدي لسر تنها فيدي لسر براكم رجوي لسر نيا اگر كسي فرياي وتاري هينينا كبت أبيت لقال إمام بس دور كعتك بكاد يان شوار ركعت هر دور كعتك ذاك براكم اگر فريار ركعتي شكي هر دور كعت دكاد اگر فريار ركعتي دو مش كي هر دو دكاد كفرياي بس تحيات كوت شوار كعت دكاد 8 مليون مدانا وبو حج صالي شي بسر دا شوا هاي زكاتي للسرة بلا للسريتي ما مصدق كبيش خوتن ويترمان كرت وشويش هستاي نوا بيكي نوا يان چيب كي نخير ناي كي توا كشو هستاي توا دزنج بقرو سنتك اما ويترنا لا ويتران في ليلة لشويك دا في عمر دا فرمي عليه الصلاة والسلام دون ويجي ويترنيا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.